إذا خيروك إذا خيروني إيه تترك الشغل ولا تترك مرتك، مين بتختار؟ لهيدي ولهيدي، هلا الشغل مش حاتركه لأنه ثابت، إلي 32 سنة ما حاتركه، ومرتي شو بدي فيها أتركها الله يساعدها، تركتها وما بدها تروح، تركها أتركها بحالها. حبيب قلبي شو بتقول لها مرتك آخر كلمة؟ شو إن شاء الله بضلنا أيامنا حلوة يا رب. ثانك يو حبيب قلبي. يلا. إذا خيروك تترك مرتك ولا بتترك الشغل؟ مين بتختار؟ بترك مرتي. اوف اه مرتي ما حتطعميني، الشغل بيطعميني. اه يعني الشغل بيجيب لك مره ثانيه. اه قل لهم هيك الشغل لك يا شباب، من الاخر من الاخر يا شباب. الشغل بيجيب لك مره ثانيه بس المره ما بتجيب لك شغل. ثانك يو يا كبير، والله تكرم عينك. اذا خيروك تترك شغلك ولا تترك مرتك، مين بتختار؟ اكيد الشغل. تترك الشغل كرامه المره؟ اكيد. مش لانه هي حدك؟ لا مش كل ماشي بينات الاول والاخير. طيب بتترك الشغل، هي شغله سهله كثير، انت فيك تترك الشغل وبترجع تشتغل شغله ثانيه. اكيد بس هي الاولويه. هي قد ايه بتحبها؟ ام اولادي و... شو بتقول على الهوا؟ بحبها كثير كثير. قد ايه يعني قد مواج البحر؟ اكثر كمان. طيب غنياته؟ اكثر اكثر. ثانك يو يا كبير، ميرسي كثير حبيبي. شفت قد ايه بحبك؟ إذا خيروك تترك مرتك ولا بتترك الشغل، مين بتختار؟ أكيد مرتي. الله لا يوفق. أترك الشغل يعني؟ رؤية خيا يا عمي، رؤية يا عمي، والله عنده عيلة بتسوى الدنيا كلها، بتسوى 100 شغل. معلم الشغل بجيب مرة معلم. أوه! أكيد الشغل بجيب مرة؟ أكيد. بس أنت برأيك المرة حتجيب شغل؟ طب بس أنت برأيك رح تلاقي مثل مرتك؟ في كتير جنس مثل مرتك؟ فيك لا أكيد مثلها، لا مثلها بحنيت عن عليك انت هتلاقي مثلها؟ لك جنس حوا يا حسن، جنس حوا شو يعني؟ في غيره، في بديل، في الله حل الاربع. يا رح تتجوز اربع يعني؟ هلا بوحده ما ملحقين احنا. معلم شو بدك تقول لمرتك؟ بس اخر كلمه لو سمحت. الا معلش بنقي الشغل شو شو رايك انت شغل او انت لا الشغل؟ عشان الشغل بجيب لك ذهب، بجيب لك مصاري، بجيب لك كل شيء. تيجي يا كبير حبي يا حسون. إذا خيروك تترك شغلك ولا تترك مرتك، مين بتختار؟ خيروني بين أترك شغلي وأترك مرتي. يا بتترك شغلك يا بتترك مرتك. أكيد لا يا زلمة، هلا الرضا على الله، أكيد الشغل مش مرتي. شو قلت؟ أكيد الشغل مش مرتي، ساعة ما بدي بلاقي شغل أنا شو، بس مرتي ساعة ما بدي بلاقيها يعني. آه مرتك ما بتلاقيها ساعة ما بدك. يعني هلا اذا مرتك يعني حبيبه قلبك اذا راحت اذا شوفوا هيدا الرجل الوفي، زقفوا له هيدا الرجل الوفي حبيبي. حبيبي ثانك يو يا كبير على راسي على راسي. اذا خيروك تترك شغلك ولا تترك المدام، مين بتترك يا كبير؟ فكر منيح، هالسؤال سهل. في شو يا خيي؟ ما في شيء الا هوتنين. قصدي عندك شيء احتمالات؟ لك احتمال شو بدي اعطيك؟ ما هو في مرتك وفي الشغل. بحسبك شو بدي اعطيك؟ كل ما اذا يا بتترك مرتك يا بتترك الشغل، مين بتترك؟ خيي ما فيك تترك الاثنين. ما فيك تترك الاثنين، شغلك بطعميك ومرتك ام اولادك. زعفوا له زعفوا له. كبير والله كبير والله. هلا قد هلا شو بتقول لمرتك على الهوا؟ بقول لها اي لاف يو يا باي. ثانك يو يا حبيبي. حبيبي اذا خيروك تترك شغلك ولا مرتك، مين بتنقي؟ بترك شغلي اكيد. تترك شغلك؟ لا بترك اكيد. لا فرجيكم قد ايه، معقول يكون وفى؟ معقول يكون من قلبه عم يحكي؟ 100%. شو؟ برايكم من قلبه؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف الكومنتات. ثانك يو لك حبيبي حبيبي. اذا خيروك تترك شغلك كرامة مرتك، تترك شغلك؟ حسب ال يا الشغل يا المرة. لا اكيد الشغل اهم. بتترك مرتك؟ طبعا. بتترك مرتك؟ بترك 60 مره كل ما شغلي، شغلي فوق كل شيء لانه شغلي هو اللي معيشني ومعيش مرتي ومعيش الدنيا كلها اساسا. اي بس انه خلص بتتركها لمرتك كرامة الشغل؟ طبعا اذا حسب السبب اللي موجود يعني. ما في سبب، هن خيروك يا الشغل يا مرتك، بدك تختار من هو اثنين. لا اكيد الشغل يعني اهم. الشغل اهم لانه الشغل عم عيش. اهم من مين؟ اهم من مرتك. من 1000 مره كمان، مش بس مره واحده. تقولها لك ويلكم تكرم حبيبي. اذا خيروك تترك شغلك ولا بتترك مرتك؟
بترك شغلي. لحظة، تترك شغلك كرامة مرتك ومنين بتعيش؟ الله بيجبر يا أخي، الله كريم شو؟ الله كريم، حدا بيخرب بيته؟ طيب يعني ما فيك تقول لي انه ليش ما بدك تترك المرة؟ إذا خيروك اني عم أقول أنا يا مرتك يا الشغل، مين بتختار؟ والله المرة. قد إيه بتحبها؟ كثير يا زلمة، هيدي الدنيا كلها والله العظيم، يعني وقفت معي على الحلوة وعلى المر، أقسم بالله، فأتركها كرمال لا. طيب ثانك يو لك حبيبي حسنتي. يلا ما طلعت. إذا خيروك تترك شغلك ولا بتترك المدام؟ مين بتترك؟ بترك شغلي أكيد. شغلك؟ طبعًا. كلمة المدام؟ طبعًا. ليك سؤال، المدام معها مصاري؟ لا ما معها. لا أنا سألتك السؤال لأنك إذا تركت شغلك منين بدك تعيش؟ ما هي هيدي هلا هي هيدي في إلها يعني كذا جانب فينا نحكي فيها لساعات إذا بدك. إيه. ايدي وايدها للمدام. ايه. مش بحاجه لاي شيء ثاني. ثانك يو لك حبيبي. حبيبي انت ملك الدروب. اذا خيروك تترك مرتك ولا بتترك الشغل، مين بتختار؟ مين بتختار؟ ما بختار يا الشغل يا مرتك، هيدا السؤال. هو اثنين متكاملين مع بعضهم ما بينتركوا. افترض ضعنوا لك عندك اختيار يا الشغل يا مرتك، خلص انت واحد بامر واقع، يعني انت بدك يا شغل المره بدها شغل والشغل بده مره. ما بينتركوا ما بينتركوا. طب اذا خيروك انا عمول خيروك يعني شو خيروك؟ قالوا لك يا شغل يا مرتك، مين بتختار من الاثنين؟ سهله هي كثير سهله. المره من دون مصاري ما بتمشي حالها. ومصاري من دون مره ما بيمشي حالها. متكاملين. ثانك يو لك حبيبي. مهضوم مهضوم. يعني بكل صراحه الواحد بلا شغل ما في يقعد، لانه اذا قعد بلا شغل منين بده يطعميها للمره؟ وبلا مره اذا كان عنده مره هنيه ومرتبه كثير وست بيوت كمان ما في يقعد بلاها. انا بالنسبه لي بختار الاثنين. روح